عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى يا ربي نلقاكم بخير وعلى خير، وانتم وليداتكم والديكم يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه زوينه البنات، هاد الصابون ديال الماعن والصابونه المنجل. كنجيب ديك الصابونه اللي مصور فيها اللي ما لقيتهاش في الحانوت، جاب لي الولد غير هادي، رمي مرا بحال بحال. ملي غادي نحك هاد الصابونه بهاد الحكاكه ديال الماتيشا، وغادي نزيد عليها، غادي نعمر القرش ديال الماء يطيب. ملي غنحكها بهاد الكراته هنايا، وغادي نزيد فوق منه الماء طايب، وغادي نزيد فيه منه هاد الصابون ديال الماعن، والماء اللي غادي نطيب غادي ندير فيه شويه د النعناع، باش الا كتغسلوا بها سميتو كيكون فيه ريحه النعناع اللي بغى، اللي ما بغاش راه اصلا هذا فيه الريحه زوينه. وكتجي هاد الصابونه كتعطيكم هاد الطاسه ديال الصابون الماعن، ولا بغات تشريه هادي بخمسة دراهم، ولا غتشريو الاخر ب 260، كتصدقوا كدير لكم هادي هاد الطاسه كبيره ديال الصابون. انتم انا غادي نشاركها معكم. انا دابا غنصيبو، ما غادي يخمر ليا حتى الغدا، ملي ان شاء الله غدا ملي نطلع عليه غادي نلقاه راه خامر، وغادي نخلطوه مزيان، وغادي غادي نوري لكم الطريقه ديال كيف جايه. ربي هاني دابا بديت فيه السبعة ونص، دابا هادي العشيه ان شاء الله غنخلي واحد خمسة السوايع ولا ستة السوايع ولا حتى للصباح ان شاء الله. المهم غادي نطلع عليه الا كان سميتو، من احسن تخليوه حتى للصباح، ملي كتحلو عليه راه كتلقاو خامر وكيجيو البنات زوين. ملي كتسالي هادي كتعمرو الطاسه كتخبيوه، هذا ملي كيسالي الاخر كتلقاو، ما يجي سالي هذا كتصايبو عاود ثاني. الا درتو جوج من هاد الصابونات، ولا درتو الاخرى اللي فيها مصور فيها ليد بحال هكا ليد سميتو ديك الكبيره، راه كتعطيكم على نص ديال الصابون. وكيجي البنات تصبلو بيه، تغسلو بيه الماعن، يعني اللي درتو في اللي بزرابي اي حاجه كيصلح ليها البنات. كنتمنى تجربوه، وراه الا جربتوه راه ما غاديش تندموا عليه، وغتردوا عليا انتم اصلا. شوفوا غادي تشوفوا بعينيكم ويعجبكم، وجربوه راه غادي يبان لكم النتيجه ديالو 100% البنات. السلام عليكم. هانا البنات غادي نحكو دابا بحالي، غادي ندير لي هكذا. البنات شرحت معكم ها هو فاش حكيتو دابا، ها هو كيفاش كيجي. هاهو هاهو هاني دابا راه غادي نزيد عليه الماء، الماء طايبه البنات بسم الله. الكاميرا غادي تخسر بالبخار، عرفت. هاهو البنات، البنات هاني دابا حليت هذيك الطاسه اللي قلت لكم. ها هو البنات يلا اوني هاني غنحركوا البنات هكا، ما درتش فيه كاع القيمه، يعني دار فيه الريحه زوينه اللي باين السمو، اللي بغى يدير فيه الريحه ديال القيمه، اللي بغى يدير ديال الخزامه، اللي بغى يدير ديال الورز، اللي بغى يدير ديال غير الريحه ما غاديش تجي. الا درتو فيه ديال الصابون ديال التصبينيه، اما بالنسبه للمان كتكون فيهم ريحه الخزامه، وتكون في الريح بحال الكيسان ديالها تاي بحال هذا. دابا البنات راه غنخلي دابا هو غادي يصبح طار الصباح، وغنوريه لكم هكا فاش كيجي. غادي نصب انا احنا سدينا اني دابا طال غدا ان شاء الله، ونوريكم كيف جا. البنات هاهو كيفاش غدرتو، ها من الطاسة الصغيرة كتير. أنا غنهزو ليها بيديا، شوفو البنات دابا هاهو، شوفي كيفاش كيجي. أنا تشري هاديك بمية وعشرين ولا خمسة دراهم، هاهي كتعطيكم هاد الطاسة كبيرة، تقدرو تصبنو بيها، تقدرو إن أنا حنت ما لقيتش ديك الصابونة، قلتها لكم ما لقيتش ديك الصابونة ديال سميتو الكبيرة، ولقيت هاد الصغيرة هادي هي هادشي عطاتني هاد الخليط. هاهو البنات كاين شتو، كيجي بحال داك الصابونة كيتباع نيت في الحوانت، نيت راه صابير. هاهو البنات كيما كتشوفو ديجا كتير،
كنتمنى بنتي يعجبكم الصابون اي اوني يعجبكم الصابون وتجربوه راه كيجي كثير اكثر من داك اللي اصلا شفتو حنا راه بيتنا احسن لكم تبيتو.